صباح الخير مشاهدينا، صباح النصر، وصباح يعني الحقيقة كله يعني فخر وإعزاز باللي حققه الجيش المصري من 50 سنة على سيناء وعودتنا لأرض سيناء مرة تانية. زي النهاردة من 50 سنة كان الجيش المصري ثبت مواقعه على الضفة الشرقية للقناة وتمركز هناك بشكل جيد استعدادا لتحرير المزيد من الأرض خلال الأيام اللي تلت هذا اليوم. وطبعا احنا ما زلنا بنحتفل بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى انتصار جيش مصر في 6 أكتوبر عام 1973، اليوبيل الذهبي لهذه الذكرى العزيزة جدا على قلب كل المصريين. طبعا حطمنا في هذه أو في هذا اليوم حطمنا أسطورة الجيش الذي لا يقهر، اللي هو الجيش الإسرائيلي اللي كان بيعمل إشاعات حوالين هذا الجيش وحوالين أن خط بارليف لا يمكن اقتحامه، حوالين أن مانع قناة السويس لا يمكن اقتحامه. كل هذه كانت مستحيلات بتواجه الجيش المصري، وكانت حاجة تحبط العزيمة وتحبط عزيمة أي إنسان ممكن يسمع، أو أي جندي في أي معركة في أي مكان في العالم يسمع ان هو لازم يعدي مانع مائي كبير زي قناة السويس، لازم يعدي خط بارليف، لازم يعدي الساتر الترابي. الحقيقة كل هذه الصعوبات وهذه المستحيلات حطمها الجندي المصري في عام 1973 عندما عبر قناة السويس وحطم خط بارليف وأزاح الساتر الترابي وعبرت قواتنا المسلحة إلى سيناء. وده يوم الحقيقة لا يمكن الشعب المصري ينساه، وما زلنا بنحتفل بيه وما زلنا بنشعر بنفس الفخر وبنفس الإحساس العزة والكرامة اللي شعرنا بيها منذ 50 عاما. وإن شاء الله دايما جيشنا المصري في أحسن حالاته ودايما بيحمينا ويحمي مصر
وكما قال الرئيس السادات لقد أصبح للوطن درع وسيف. الحقيقة احنا في صباح في هذا الصباح معانا العديد من الفقرات كلها بتتكلم عن طبعا احتفالاتنا بحرب اكتوبر، وازاي طبعا هذه الاحتفالات اللي بيشعر بها كل مواطن مصري احنا بنحاول نوصل له احاسيس، يعني احاسيسنا احنا كمان بنحطها في لقاءاتنا اللي هنعملها داخل هذا الصباح. هيكون معانا طبعا تغطية مميزة من خلال هذا البرنامج النهاردة، هنكون معاكم في إذاعة خارجية حول يعني موضوع حرب أكتوبر، هيكون من متحف القوات الجوية، وهيكون هناك الزميلة آلاء حامد هتجري لقاءات حول حرب أكتوبر من خلال هذه الإذاعة الخارجية. أيضا معانا موضوعات كلها بتتعلق بحرب أكتوبر، معانا موضوع عن الشباب وأهمية غرس روح أكتوبر والتعريف بأمجاد الأجيال السابقة، لأن طبعا الشباب في هذه الأيام ربما لم يعاصر هذه الحرب ولم يعني يعلم الكثير حول هذه الحرب، وبالتالي لو عرف ولو سمع عن هذه الحرب أكيد حيعرف قد إيه أن الروح الوطنية كانت موجودة في الشعب المصري وما زالت طبعا موجودة لدى الشباب. وكذلك معنا موضوع سيناء ومن التحرير إلى التعمير وخطط تنموية عملاقة بتعزب على أرض الفيروز. نتحول الآن مشاهدينا للإذاعة الخارجية وزميلتي آلاء حامد من متحف القوات الجوية. صباح الخير آلاء، وعايزين نعرف إيه اللي معاك النهاردة. صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم وكل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه انتصارات اكتوبر لسه معاكم على شاشه قناه النيل للاخبار، وفي برنامج هذا الصباح اخترنا واحنا بنحتفل بانتصارات اكتوبر لليوم الثاني نكون معاكم في متحف القوات الجويه، طبعا لاهميه دور القوات الجويه في تحقيق نصر اكتوبر العظيم. طبعا المتحف مكان رائع جدا وفي كتير من الشهادات الخاصة بحرب أكتوبر، وفي كمان تاريخ الطيران المصري إزاي اتطور لغاية لما حقق هذا النصر في أكتوبر 73. على طول هنروح معاكم لمواقف وقصص وحكايات وبطولات من حرب أكتوبر بيرويها طبعا أبطال هذه الحرب. بنرحب بضيفنا دلوقتي اللواء طيار السيد أبو النجا أحد أبطال حرب أكتوبر. صباح الخير سيادة اللواء. صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيب. وانت بصحة وسلامة. سيادة اللواء، على طول خلينا نفتكر هذا اليوم، بنحتفل بذكرى الخمسين اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، بتتذكر إيه من هذه الحرب في هذا اليوم؟ هو طبعا بالنسبة للنهاردة 6 أكتوبر، يعني يوم 6 أكتوبر، يعني الضربة الجوية الأولى. أنا السرب بتاعي كان كنت في المنصورة في اليوم 104، كنا سربين، في سرب طلع مع الضربه الجويه الاولى، لان احنا مقاتلات اعتراضيه، فاحنا كنا بنحمي الطيارات اللي رايحه تقصف الاهداف في الارضيه اللي في سيناء. والسرب الثاني استقبل الطيارات وهم راجعين علشان لو في حد بيطاردهم يبتدي هو يدافع عنهم. طبعا كان يوم يعني لما قالوا لنا ان في حرب هتبتدي الطيارين كلهم طبعا كانوا فرحانين جدا، لان كان مستنيين اليوم ده من زمان، واحنا مش عارفين امتى. طبعا احنا عرفنا قبلها بما فيش يعني. وطبعا الطيارين بقى ساعتها يعني مشاعرهم كانت مختلفه، يعني في اللي كان يعني اللي كان بيقول المرتب بتاعي والنبي حد يبقى يدي لعيلتي، بيعتبروا انه طالع مش راجع. وفي يعني عارفه كان كله حاسس ان احنا يعني رايحين ان شاء الله هننتصر، لكن اللي كانوا اكبر مني كانوا شافوا حاجات تانية كتير. انا كنت اول حرب اشترك فيها يعني. فطبعا كان بالنسبه لي ما يعني ما فيش مشكله، ما شفتش قبل كده حاجات يعني زي اللي هم شافوها. فكانت الحقيقه كانت مشاعر مختلفه كتير جدا ومتباينه كتير جدا،
وبعدين طلعوا الحمد لله ورجعنا كلنا الحمد لله كنا كويس يعني سلام. بنسبة نجاح تقريبا 100% 99%. هي هنقول يعني هنقول اصل هي الضربة الجوية ساعتها بيقولوا حققت 90% عشان كده ما عملوش ضربة تانية. يعني حتى اسمها الأولى كان المفروض يبقى في تانية. التانية ما طلعتش اللي مش محتاجينها يعني. فاحنا بعد كده هم احنا بقى كمقاتلات طبعا فضلنا على طول بنعمل مظلات جوية لحماية مصر كلها. احنا كان لنا منطقة معينة مسؤولين عنها ممنوع اي حد يخش فيها، بنصد وندمر اي طيارة تخش معادية. يعني لغاية لما الحرب خلصت احنا على طول في اشتباكات مع الاعداء. سلاح الطيران سيادة اللواء كان ليه دور مهم جدا، وهو الدور الأول ويعني الأبرز خصوصا بعد 67، وإنه كانت المشكلة تحديدا أو كان التأثر الأكبر للطيران. يعني عايزين نوضح ده كمان للمشاهدين. إحنا بعد 67 طبعا ما كانش فيه يعني كان معظم الطيارات اتدمرت، فإحنا كنا محتاجين طيارات ومحتاجين إعداد طيارين تانيين. فالحقيقة بذل جهد رهيب عشان نعد الطيارين وعشان الطيارات نجيبها من برا. والفنيين برضو خلي بالك يعني احنا مش طيارين بس، القوات الجوية ده عمل جماعي بيبتدي من الفنيين اللي على الطيارات لازم بيعدوا كويس، وهم كمان بيتعبوا جدا معانا في التفتيش يعني في تجهيز الطياره. يعني انا عايز اقول لك ان عشان انا اطير في مثلا بتاع 15 تخصص بيجهز الطياره عشان انا في الاخر اطلع بالطياره اشوف مهمتي. فدول ناس ما نقدرش ننساهم يعني. هم المهندسين طبعا. الطيارين بقى كانت تدريبات قاسيه جدا، لان احنا عاده الطيران الاسرائيلي كان بيبقى متطور عننا شوية، فكنا لازم نعوض ده بالتدريب وان احنا نعرف ايه عيوب طياراته وايه مميزاتها ونتلافى مميزاتها ونشتغل على عيوبها علشان يبقى في تكافؤ. والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا يعني عملنا نتائج هيلة في الحرب في القتال الجوي بالذات. انا طبعا بتكلم على الطيارة 121 اللي كنت وطيرها يعني. احنا عملنا نتائج هيلة كمطار المنصورة او اللي هو 104. وانا كنت في سلم 46، احنا كنا ثلاث اسراب والثلاث اسراب اشتغلوا في الحرب جامد جدا. وانا عايز اقول لك ان احنا ما بطلناش يعني. انا فاكر ان احنا بطلنا الحرب تقريبا كده على اخر فبراير. يعني احنا على طول مشعلقين في الجو مستنيين اي حاجه، اي اوامر، اي اشتباك، اي حاجه. ولغايه دلوقتي اعتقد طيارين المقاتلات لازم يكونوا جاهزين انهم يطلعوا في اي وقت يدافعوا عن البلد يعني. طبعا يعني اكيد الطيران كان موجود بقوه طبعا في الضربه الجويه الاولى يوم 6 اكتوبر. وكمان معركه المنصوره دي كان ليها يعني دور مهم جدا. وكان الطيران ايضا يعني حاضر بقوه وحسم المعركه تماما يوم 14 اكتوبر اللي طبعا اعتبرت بعد كده عيد للقوات الجويه. هو طبعا يعني اليوم ده هم جم للطيارات المعادية كانت حوالي 120 طيارة، وإحنا كنا في المنصورة حوالي 40 طيارة، وبقية المطارات اللي حوالينا ساعدونا فكنا 60 طيارة. طبعا ما كناش كلنا في وقت واحد فوق يعني، إحنا كنا يعني هم بيجوا بويفز ورا بعضها وإحنا بنطلع نصد. فالحمد لله اليوم ده إحنا ضربنا لهم 17 طيارة، وهما طبعا يعني ما يكونوش مصدقين اللي بيحصل يعني. واحنا وقعنا 6 طيارات منهم 4 هما اصابوهم واثنين، واحد ده كان ليدر بتاعي الفيول بتاع الوقود خلص فاضطر ينط من الطياره المحرك وقف، وواحد تاني كان ضرب طياره وشظايا بتاعت الطياره اللي انفجرت قدامه جت في المحرك بتاعه فوقع يعني ما حدش اصابه. فيعني حسابيا 17 ضد 4. فطبعا دي كانت يعني كان نتيجه قاسيه. هم ما جوش بعد كده على فكره. هم جم ضربوا المطار يوم 7 ويوم 9 ويوم 11 ويوم 14. يوم 14 بقى دول ما جوش تاني يعني. يعني حسوا ان هم الموضوع
انا عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان حصلت. احنا في طيار وقع اسرائيلي جنب المطار بشويه يعني كده. ف طبعا انت عارفه بيبلغوا الشرطه والمخابرات وكده، فجم المخابرات خدوه. فبيسالهم بيقول لهم انا وقعت مين، انا كنت جنب مطار ايه، انا اتلخبطت يعني. فقالوا مطار المنصوره، قال لهم يوه ده قالوا لنا ما تجوش ناحيه المنصوره عشان فيها روس. هم مش مصدقين ان المصريين ضربوهم. فقالوا لا يبقوا روس. فجابوا لنا الاسير عند المطار وقالوا له قالوا ادي الطيارين المصريين هم، مين في الروس، فين الروس بقى اللي هنا؟ فالطيار بص لهم كده ويعني يعني فقالوا لنا يا جماعه احنا بنفخر لان ده من سيرب السنايبرز. سيرب السنايبرز ده من اقوى اسراب اليهود، اسراب اسرائيل في القتال الجوي. فلما السرب ده يقولوا له ابعد عنكم يعني احنا في فخر. فده المخابرات بيقولوا لنا كده يعني. فطبعا كان يوم يعني بالنسبه لنا. وده سياده اللي هو بياكد قد ايه يعني استطاعت مصر انها تعد الطيارين المصريين لهذه الحرب 73 بكل يعني المعارك المختلفه فيها، سواء يوم 6 اكتوبر والضربه الجويه او ايضا يوم 14 اكتوبر ومعركه المنصوره، حتى انه العدو وقتها كان متصور انه مش طيارين مصريين بالظبط يعني، لا طيارين اجانب. فطبعا كانت مفاجاه بالنسبه لهم انه الطيار المصري قادر ان هو يعني يحقق هذا مع المصر. فرق الطيارات يعني هم طياراتهم كانت يعني متطوره عننا، امكانياتها اكبر مننا، قدراتها اكبر مننا، ومع ذلك الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا. طبعا عايز اقول لك التدريب الرهيب يعني انا اتخرجت سنه 71 وخدت فرق لغايه لما دخلت السرب في مايو 73. انا عايز اقول لك من كتر التدريب تقريبا كده انا مش فاكر ايه اللي حصل. يعني من مايو لغايه اكتوبر انا كنت في يعني زي ما تقولي ايه تدريب مكثف يعني بطحن عارفه يعني حاجه كده واخده بالك. يعني كان تدريب صبح وبالليل، واحنا كنا ساعتها السرب بتاعنا السرب ليلي. فكنت بضطر يعني بنطير الصبح وبنطير بالليل لغايه لما الحرب جت. انا عايز اقول لك اسهل طيران طلته في حياتي طيران الحرب. من يعني بالقياس للتدريبات، فالحرب دي كانت لذيذه قوي يعني كانت سهله. واخد بالك ازاي؟ طبعا مع المشاعر بقى الغريبه بقى انك انت بتحس ان في تشكيل بتاعنا مثلا ضرب حد فبنبقى فرحانين، بس واحد زميلنا اصيب فبنبقى زعلانين. عارفه انت كل 3 دقايق في خبر. فكنا على طول مش حاسين احنا حاسين احنا لسه ورانا حاجه، لسه ورانا حاجه لغايه لما فين يعني يمكن مثلا على فبراير كده 74 قلنا الله ده احنا فعلا انتصرنا بقى الموضوع خلص. يعني طول الفتره دي احنا في يعني في مشاعر متباينه ما بين الـ 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 الفرحه والحزن، وفلان كان في المستشفى وحصل له كذا وفلان يعني عارفه انت يعني في طبعا كان في خسائر يعني كان في خسائر من زمايلنا كتير، بس في الاخر الحمد لله ربنا وفقنا وانتصرنا وربنا كرمنا يعني. سيادة اللواء يعني الحقيقة الأجيال اللي معصرتش حرب أكتوبر بتكون فرصة ليهم في ذكرى انتصارات أكتوبر كل عام إن هم يتعرفوا على بطولات والروح اللي كانت مسيطرة في يعني في مصر عموما وصلتنا لتحقيق هذا النصر، نصر أكتوبر. يعني حابين كمان بنستغل فرصة وجود حضرتك معانا طبعا ونعرف من سيادتك كمان يعني بطولات ومواقف لا تنساها من حرب أكتوبر. هي حاجات كتير. يعني طبعا كان يعني عايز اقول لك ان كل اشتباك بيتم كان في بطوله. يعني انا عايز اقول حاجه معلش هخرج بره الموضوع. احنا جيلنا يعني اتعجن في الوطنيه، مش معنى كده ان الجيل الجديد أسوأ مننا. بالعكس ده هم أحسن مننا لأن هم عندهم الفرصة يتعلموا أحسن مننا وحاجات كتير يعني عندهم فرصة وسائل الاتصال التليفونات التطور التكنولوجي الكبير هم عندهم فرصة كبيرة أنهم أحسن مننا. بس إحنا
من يومنا زي ما تقولي ايه اتولدنا لقينا بعد شويه حرب 56 بعد شويه 67 فاحنا 73. عايشين الجو وبعدين 73 فاحنا عايشين في حاله الحرب دي على طول. فلما جت 73 زي ما تقولي ايه خرجنا كل اللي عندنا. الاجيال اللي جت بعد كده هم ما شافوش الكلام ده وبالتالي هم لهم فكر تاني لكن هم ان شاء الله هيبقى احسن مننا. ما تقلقوش على مصر. يعني الجينات بتاعتنا عندهم هيروحوا فين يعني. يعني عايز اقول لك ان حتى في يناير 11 مين اللي نزل في الشارع وقف للبلطجيه؟ ما هم الشباب يعني. فما بالك لو في حاجه جايه من بره. الشباب بتاعنا بس هو الايام دي سخط شويه زعلان شويه لانه كان سقف طموحاته كبيره، كان عايز مصر تبقى حاجه ما حصلتش وبعدين حصل الظروف. فهما يعني مش من خلال الحديث عن بطولات اكتوبر ممكن نستلهم هذه الروح مره اخرى ويعني نقدر قد ايه تضحيات يعني الرجال يعني القوات المسلحه في حرب اكتوبر ان احنا نحافظ على هذه التضحيات ويعني تستمر هذه الروح الوطنيه موجوده طول الوقت مش بس وقت الحرب. يعني ان شاء الله ان شاء الله هتبقى يعني احنا بصي احنا طبعا الخبره بتاعتنا اديناها للطيارين اللي بعدينا وهم بيدوا اللي بعديهم وهكذا هي ماشيه. فهتلاقي في كل المجالات يعني زي ما كان عندنا هيبقى في كل المجالات. اكيد الدكاتره بتحسنوا عن زمان، العلم المهندسين بتحسنوا. يعني انا عايز اقول للناس كلها بتتكلم على الشباب انه خايفين، ما تخافوش على الشباب. الشباب ده هم ولادنا واحفادنا، ان شاء الله هيطلعوا احسن مننا ما تقلقوش. ولو انت شايفين دلوقتي في اي حاجه ده نتيجه الظروف بس، والظروف دي مؤقته ان شاء الله. بعد شويه الظروف يعني هتتحسن وهيبقى يعني ناس كتير تقول الشباب الشباب الشباب. انا مش عارف الشباب ماله، ما الشباب زي الفل يعني. هم بالعكس هم واعيين ومتعلمين وعارفين يتعاملوا مع التكنولوجيا وعارفين يتعاملوا احسن مننا. تمام. سياده اللواء حابب تقول ايه للشباب من وحي انتصارات اكتوبر، من البطولات، من يعني مواقف انسانيه اكيد كانت اثناء هذه الحرب بتتذكرها وحابب انك تنقلها للشباب فيها اكيد دروس ورسائل ليهم وكل الاجيال اللي ما عصرتش حرب اكتوبر. زي ما قلت لك احنا اتعجلنا في الموضوع ده فعشان كده يعني دي كانت ظروفنا. هم ما شافوش الظروف دي. ف يعني مش عارف يعني لما نقول لهم اصل احنا كنا ابطال، مهم ان شاء الله هيبقوا ابطال برضه لو جات لهم الفرصه. واخد بالك؟ ما جاتلهمش الفرصه. يعني احنا طبعا مش هنقول ضحينا، احنا عملنا الواجب اللي علينا. يعني احنا دي مصر فكان لازم ندافع عنها. يعني واخد بالك ازاي؟ وبعدين احنا كنا جيل عبد الناصر يعني واحنا صغيرين، بابا جمال والوطنيه وفلسطين، الكلام ده كله كنا عايشين فيه. كانت الاغاني الافلام كل حاجه كانت كانت عامله كده. هم دلوقتي دخلوا اتولدوا بقوا الدنيا سلام وامان فما تقلقوش عليهم. هم وقت الجد هيبقوا زينا واحسن مننا، ما تخافوش. سيادة اللواء طيار السيد أبو النجا من أبطال حرب أكتوبر، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك طيب. صحة وسلامة. شكرا جزيلا. مشاهدينا مستمرين معاكم من متحف القوات الجوية لبرنامج هذا الصباح على شاشة النيل، الأخبار وحكايات وبطولات عن حرب أكتوبر، ابقوا معنا. شكرا زميلتي آلاء حامد لهذا الحوار مع أحد أبطال حرب أكتوبر، واللي حقيقة كلمنا عن يعني دور الطيارين ودور الطيارين المصريين في هذه الحرب وزي أن الطيارين الإسرائيليين كانوش متخيلين أو متوقعين أو عارفين أن الطيار المصري يقدر يعمل كل هذه الإنجازات وأن هم تفاجئوا بمستوى الطيارين المصريين. وقال أيضا أن هو كان وهو شباب تلقى يعني كمية تدريبات لدرجة أن هو شعر أن الحرب يعني أسهل بكتير من التدريبات اللي تلقاها، وده دليل على اهتمام الجيش المصري واستعداده التام لحرب أكتوبر. طبعا ما زلنا مكملين معكم مشاهدينا النهاردة في حواراتنا وفي لقاءاتنا. هتكون معنا النهاردة عدد من الحوارات زي ما قلنا، هيكون معنا حوار عن الشباب وأهمية غرس روح أكتوبر والتعريف بأمجاد الأجيال السابقة، وأيضا موضوع آخر عن سيناء من التعريف
التحرير إلى التعمير وخطط تنموية عملاقة بتنفذ في أرض الفيروز. طبعا ده كله بخلاف الأخبار اللي هنقولها لكم على طول دلوقتي. ممكن نبدأ بيها، نبدأ بأخبارنا مع من مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وجه خلال تفقده مراكز متحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لجميع محافظي مصر بضرورة رفع كفاءة عمل المعدات الهندسية والإغاثية خلال شهرين من الآن. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما تشمله من مراكز متحركة وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأجرى حوارا بالفيديو كونفرنس مع السادة المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن السيد الرئيس على جاهزية وفعالية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل. اولا انا سعيد ان انا يعني اطمئن على ان الغرفة جاهزة انها تدير اي ازمة، وطبعا اكيد يعني قائد الغرفة على مدار 24 ساعة بيبقى قادر ان هو يدير الازمة دي. طبعا بيتم اخباركم عشان تبقى لحجم الازمة، لكن انا يهمني في الموضوع ان احنا كده عندنا غرف في جميع المحافظات، هذه الغرف مربوطة على يعني بشكل متكامل مع الغرفة المركزية بتاعة ادارة ازمات الدولة اللي موجود في القدر الاستراتيجي. فبالتالي يبقى احنا النهاردة والاول مرة عندنا اسقل ادارة ازمة على مستوى كل محافظة انت بتقول عليه حدث، وهو حدث او ازمة يعني. وبالتالي احنا يبقى قادرين من خلال الغرف اللي اتعملت دي وربط الاتصال المؤمن بينها وبين المركز ادارة الازمات بتاع الدولة عشان يتعامل مع اي احداث او اي ازمات بشكل يعكس قدرة الدولة. يعني باش احنا كل شاشات الكمبيوتر اللي قدامي دي عليها بيانات خاصة بالمحافظة، بتاع المرافق الصحي الصرف الصحي موجود، بتاع الكهرباء موجود، بتاع الغاز موجود، اذا كنت انا مظبوط يا فندم، والصحة بتاع كل من هو له دور في الدولة في المحافظة، كل المحافظات في الدولة فهو موجود معاك وقاعد وعنده بيانات وقادر ان هو يوفر البيانات دي وقادر ان هو يحرك الادوات اللي محتاجها في هذا الموضوع. انا بقى هكلمكم جميعا في حاجة تانية. انا بطمن على ان الغرف اللي احنا نسقنا على شغلها من اكتر من 3 سنين الحمد لله دلوقتي خرجت وبقت موجودة تقريبا في كل المحافظات. فن مجاري اللي ان شاء الله يعني نعممها باذن الله. احنا بنعمله اللي انا بكلمكم منه ده دلوقتي نموذج غرفة إدارة أزمة متحركة. تمام. يعني ممكن المحافظ كمان تبقى العربية دي بترافقه أثناء تفقده لأزمة على الأرض، ويستطيع من خلالها إن هو يتكلم ويتصل مع غرفته. يعني سعيد بالتطور اللي إحنا عملناه ده، وسعيد بإن إحنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على إن إحنا ننظم إدارة بهذا المستوى بهذا التطور. وأنا كنت هكلمكم في حاجة تانية جميعا، يعني أنا عايز أكلمكم في الأدوات المتاحة لديكم فيما يخص الإغاثة، فيما يخص أعمال المحافظة اللي بتقوم بها الأعمال اليومية. وأنا بعلن ده عليكم إن أنا إن شاء الله
القاصد تبقى كفاءتها مرتفعة. عندي 100 معدة يبقى ال 100 معدة صحيحة. مش بس كده، انت عندك في قطاعك محطات مية، وعندك في قطاعك محطات ري، وعندك في قطاعك، انا بكلم كل السادة المحافظين، وعندك في قطاعك كده. انت النهاردة عندك في المديرية، مديرية الري، مديرية الزراعة، مديرية الاسكان موجودة عندك في المحافظة. وبالتالي انا هطالب حضراتكم بان انتم في بعد الشهرين دول اطمن تماما على ان المحطات دي طرمباتها اللي موجودة في المحطات فنية جاهزة وبأعلى كفاءة ممكن. بمعنى انا عندي في قطاع او في نطاق محافظتي 20 محطة معالجة بتشتغل ب50 طرمبة رفع وصرف وكلام من هذا القبيل. حضرتك مسؤول قدام مني من دلوقتي والبعد شهرين، ده الحد الاقصى لحضراتكم جميعا. وبالتالي احنا لازم نمارس الدور ده. انا بكلم كل الساده المحافظين اللي بيسمعوني مره تانية، انا سعيد جدا بالتجربه، وسعيد ان انا اشوف مباشر حي من عربيه في مكان يعني زي ما احنا عايزين نشوف. يعني اقدر النهارده بالعربيه دي اشوف المحافظه، وحضرتك تشوف عناصرك، وكمان تتابع الموقف على الارض، وانا العربيه دي معايا هنا تخليني اشوف كل المحافظين. يعني حاجه الحمد لله تطور كويس قوي. معلش جبتكم الجمعه، بس طبعا يعني كان هدفنا ان احنا في يوم تبقى الامور فيه هاديه نشوف بعض ونتكلم ونطمن عليكم. مره تانية انا بشكركم وصباح الخير عليكم جميعا. شكرا جزيلا. معادنا بعد شهرين، معادنا بعد شهرين كل عناصرك الفنية وكل ما هو داخل نطاق محافظتك انت مسؤول قدام مني وقدام الدولة عنه. شكرا جزيلا، سلام عليكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على أن انتصارات أكتوبر بتعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتقدم بتحية فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية التي تعد رمز البسالة والتحدي. كما هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية شعب مصر وقواتها المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد. وقالت قرينة الرئيس في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أهنئ شعب مصر وقواتها المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد الذي يمثل لحظة تاريخية لا تنسى، جسد فيها أبطال الجيش المصري معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية بالمزيد من التقدم والازدهار. وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا برقية تهنئة مماثلة بعث بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. هنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 50 انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة. واستذكر أمير دولة الكويت وولي عهده في برقيتين تم إرسالهما لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية. تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة المحكوم بها احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، انتهت أعمال لجان قطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية إلى الإفراج عن 3328 نزيلا بعد فحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتحديد مستحق الإفراج.
التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، وفي هذا السياق وتنفيذا للقرار الجمهوري رقم 417 لعام 2023 بشأن الإفراج عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3328 نزيلا احتفالا بهذه المناسبة الوطنية. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل. ولكي يتم الإفراج عن هذا العدد من النزلاء عقدت لجان العفو المختصة اجتماعاتها لفحص ملفات النزلاء وتحديد المستحقين والمستوفين لشروط العفو، وانتهت إلى الإفراج عن هذا العدد من النزلاء، وهو ما يعكس رؤية إصلاحية متطورة تنتهجها وزارة الداخلية منذ إنشائها مراكز الإصلاح والتأهيل كتجربة مصرية فريدة في التأهيل والإصلاح والرعاية. نتاجها كان التوسع في الإفراج بالعفو لإتاحة الفرصة للنزلاء لبداية حياة جديدة. بشكر الرئيس اللي هو يعني مشينا في عفو وادانا فرصة ان انا يعني امشي في حياة جديدة، ومبسوطة وفرحانة ان انا طالع لعيالي وبيتي تاني وهبدأ حياة جديدة. حاجة كويسة ان في عفو والناس بتمشي، وان رئيس السيسي بيدينا فرصة ان احنا نبدأ حياة جديدة، ما اللي احنا العدة ما نجيبوش تاني. فرحان ومبسوط عشان ان انا مروح في عفو السادس من اكتوبر، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بينا وعلى المعاملة الأدمية اللي الناس بتعاملها لنا في مراكز الإصلاح والتأهيل. أنا بشكر سيادة الرئيس جدا إن هو عمل لنا عفو 6 أكتوبر وطلعني إن أنا هطلع أبقى في وسط مامتي وإخواتي من تاني، وبشكره جدا جدا جدا. أقيمت احتفالية بالمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل 10 من رمضان، عبروا خلالها عن فرحتهم بالقرار الرئاسي الذي فتح لهم باب الأمل في الحياة والفرصة للاندماج في المجتمع بعد أن تم تأهيلهم وتقويم سلوكياتهم وفقا لبرامج إصلاحية متطورة تراعى فيها معايير حقوق الإنسان، سواء في الإصلاح أو في الرعاية الصحية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. فرحانة وبشكر السيد رئيس عبد الفتاح السيسي إنه عمل لنا العفو، وفرحانة إن أنا أخرج بابني وأخرج عند أهلي. في عنبر خاص بالحضانة، وحضرتك إحنا قاعدين في الحضانة وبيلبوا لنا كل طلباتنا وبيجيبوا لنا لبن للأطفال وعاملين لنا التريت تحت ليهم ألعاب وحاجات حلوة يعني كتير، وعاملين لنا شاشة في كل غرفة وسرير أطفال في كل غرفة، والدنيا رعاية كويسة جدا. أنا هنا لقيت هوايتي هنا، أنا في كورال هنا في الموسيقى، يدربونا في آلة موسيقية هنا كويس، معاملة أدمية جدا. إحنا بناخد حياة كريمة للإنسان نفسه، ففعلا دي يعني سيادة الرئيس فعلا موفر كل دوت. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل. لحظات من الفرحة والسعادة عاشها المفرج عنهم عقب استقبال أسرهم لهم أمام مركز الإصلاح والتأهيل 10 من رمضان عقب الإفراج عنهم مباشرة. والله بحمد ربنا على عفوه وبشكره جدا، والحمد لله اللي أنا واستاهل دلوقتي. نحيا مصر. بنشكر سيادة الرئيس على توزيع العفو، وإحنا بنقول له إحنا متشكرين جدا يا رئيس وربنا يخليك لينا. وبنشكر يعني كل المسؤولين هنا، يعني ما يعني كنا حتى بنيجي في الزيارات يعني كانت احسن معامله واحسن استقبال. والله انا اساسا ما كنتش متوقع ان يطلع النهارده ان شاء الله، ولكن اتصلوا بيا فبصراحه يشكروا، واشكر سياده الرئيس على هذا العفو. شايف ابني الصلح من شانه كتير وتطور للاحسن، وشايف بني ادم جديد وبني ادم محترم، ما فيش احسن من كده حاجه يعني. كلنا بنحبك يا سياده الرئيس وبنقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تطبيق واضح للمعايير الإنسانية في المنظومة العقابية والتوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم هذه المعايير التي تفتح آفاقا جديدة للمفرج عنهم للحياة والعمل والبداية من جديد. إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل جاء وفقا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان
فهي تجربة تأهيلية وإنسانية متفردة، ومعها كان التوسع في الإفراج بالعفو في المناسبات الوطنية المختلفة بعد برامج تأهيلية وإصلاحية يتم تطبيقها على النزلاء لبداية حياة جديدة. من أمام مركز الإصلاح والتأهيل، العاشر من رمضان، عبدالله بركات، التلفزيون المصري. قام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بافتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية في ذكرى مرور 50 عاما على نصر أكتوبر. وتتوالى الافتتاحات في شمال سيناء بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات 6 أكتوبر بمرور 50 عاما على رفع راية النصر، حيث شهد حي السبيل بمدينة العريش افتتاح مسجد يتسع لعدد 1000 مصلي. وعقب الافتتاح قام المحافظ بأداء صلاة الجمعة في المسجد، حيث تناولت خطبة الجمعة فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم. في ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر وفي يوم النصر، تحظى محافظة شمال سيناء بالعديد من الافتتاحات للمشروعات القومية والتنموية، والتي بدأت بافتتاح مسجد السبيل بحي السبيل بمدينة العريش، وكان قطاع الإسكان له النصيب الأكبر من افتتاحات اليوم. تم افتتاح عدد من المباني السكنية بحي المساعيد غرب العريش وحي الريسة شرق مدينة العريش، يستفاد منها المتضررين من السيول وأيضا التي أجبرتهم العمليات الإرهابية على ترك منازلهم. النهاردة افتتاحات مدينة العريش، واحنا بدأناها بالافتتاح للمسجد، مسجد طبعا مسجد السبيل ده بيساع 1000 واحد، وبعد كده افتتحنا البداية بتاعت السوق التجاري اللي موجود في منطقة السبيل. برضو الدولة ممثلة في شخص السيد رئيس الجمهورية اصدر قرار بان نسلم اخواننا بتوع رفح شقق على سبيل الاستضافة، ما بيدفعش فيها اي حاجة الا 100 جنيه صيانة، انما بقية سعر الشقة كله على الدولة، يعني هي اللي الدولة عايزة توفر حياة كريمة للمواطنين وسكن بديل طبعا عساس يعوضهم عن المعاناة اللي عانوها في اثناء محاربة الارهاب. إذن فهي خطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء لربطها بمختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال السريع إليها وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقا لرؤية مصر 2030. من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، كريم كمال، النيل. أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن خطة التنمية تولي اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين مختلف الأقاليم والمحافظات وفقا لجهود التنمية بما توافق ومقومات وأولويات كل منها. وأشارت الوزيرة إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2023-2024 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة منها نحو 44.6%. أعلنت وزارة الإسكان تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموي بسيناء ومدن القناة بكلفة تزيد عن 30 مليار جنيه خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار الوزير الإسكان عاصم الجزار إلى أن المشروعات تستهدف المساهمة في تنمية سيناء ومدن القناة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد بما يحسن مستوى المعيشة للأهالي ويوفر احتياجاتهم. قال المستشار أحمد بن داري المدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية المصرية للانتخابات أنه لم يتقدم أي مرشح رئاسي محتمل بأوراق ترشحه في اليوم الثاني من تلقي طلبات الترشيح. بشكر حضراتكم على حضوركم ودائما على تواصل، وإحنا في نهاية اليوم الثاني من لجنة تلقي أوراق الترشح ولم يتقدم أحد، واحنا مستمرين عمل اللجنة حتى يوم 14/10 ان شاء الله الساعة 2 مساء اخر يوم، كل يوم من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء عدا اليوم الاخير 14/10 حتى الساعة 2 مساء، واحنا مستمرين ان شاء الله وهنحيط حضراتكم اول باول، واللجنة بتنعقد كل يوم. وبشكر حضراتكم المتابعة واحنا دائما على تواصل ان شاء الله. شكرا.
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي جاء تكرارا لبيانات سابقة قبل عام 2011 وبعدها، وتعميم حالات فردية منظورة أمام القضاء على أنها تشكل مجمل الواقع السياسي في مصر. وأشار المجلس في بيان له أن البرلمان الأوروبي يهدف إلى إثارة الشكوك حول حرية الصحافة والإعلام بمناسبة الانتخابات الرئاسية، رغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات وافقت على كل الطلبات المقدمة إليها من مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية. وأكد المجلس أنه وافق في الفترة الأخيرة على منح تراخيص مزاولة لأكثر من 100 وسيلة إعلامية استوفت الشروط القانونية، ولم يتخذ المجلس أي قرارات بغلق أي وسائل إعلامية. أعطى الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إشارة البدء لتركيب مصيدة قلب المفاعل النووي، أول معدة نووية طويلة الأجل يتم تركيبها بمشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح. وقال الدكتور أمجد الوكيل إن موقع المحطة النووية بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح شهد خلال 14 شهرا الأخيرة 5 معالم رئيسية في مسار تنفيذ المشروع، من بينها بدء عملية الصب الخرسانية الأولى للوحدة الأولى في يوليو عام 2022. كشف أمين عام اتحاد غرف التجارية علاء عز عن بدء العديد من شركات السلع الغذائية في زيادة إتاحة سلعها وخفض الأسعار بنسب تتراوح من 8 إلى 10% بعد الحديث عن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية. وتوقع عز تراجعا ملموسا في أسعار السلع بالسوق المصرية، وذلك مع بدء التطبيق لمبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع، والتي سيعلن مجلس الوزراء عن تفاصيلها خلال أيام، مؤكدا على أنها ستسهم في تعزيز استقرار السوق. أكدت وزارة التنمية المحلية تنفيذ 4595 مشروع بإجمالي استثمارات 16.39 مليار جنيه بمحافظتي قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. كان الرئيس السيسي قد وجه بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر لتكون أكثر جذبا للاستثمار وتعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات من خلال تحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي. شهدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط توقيع 7 اتفاقيات منح ممولة من الحكومة الإيطالية يتم تنفيذها عن طريق منظمات وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية بقيمة 34 مليون دولار في مجالات التعليم والخدمات الصحية للمرأة والأطفال والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية ومكافحة عمالة الأطفال. تأتي تلك الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا والجهود المشتركة لتعزيز التنمية في مصر. إلى هنا مشاهدينا بنصل لختام هذه الجولة في الأخبار اللي معنا في هذا الصباح، ولكن برنامج هذا الصباح مستمر معكم بعد الفاصل. بعد قليل تلتقون زميلتي شوقي حمدي في موجز أهم الأخبار.